عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نشوف أول ظهور لأم عريس الشرقية وشقته عروسة تقض عمره 12 سنة. مات هو في البدلة جنب عروسته. أتمنى الجميع يدولها، يدعوله بالرحمة والمغفرة، ويدعول العروسة بالصبر. هل المفروض إنه هي أرملته؟ هيا بنا نسمع الآن ماذا تقول والدته. يا ريت اخواني واخواتي يشاركوني الامر اول مره ودير لايك واشتراك. اربع سنين يا ابو اربع سنين يا ماما انا تعبان. اقول له معلش يا طب انزل اقعد معانا شويه اعمل شقتي يا ماما وتعالى. مين هيعمل لي يا ماما؟ مين هيجيب لي يا ماما؟ اخوك يا هتجوز ولا اجهز اخويا؟ لا مش اخوك، اخوك عاوز يعمل شقتي يا زلمه. يقول لي انا الله يصبرها. لا مش هقول الله يصبرها. انا الله يصبرها. زي ما انتم شايفين هنا لقطات من الفرح. هذا هو طبعا زي ما انتم شايفينه، هذه اثناء تشييع الجنازه. شوفوا طبعا هنا هذه هي جنازه. طب انزل اقعد معانا شوية اعمل شقتي يا ماما وتقعد. مين هيعمل لي يا ماما؟ مين هيجيب لي يا ماما؟ اخوك يا هتجوز ولا اجهز اخويا؟ لا مش اخوك، اخوك عاوز يعمل شقتي يا زلمة. يقول انا لا مش اخويا دي اخ ما اتجوزش. انا هعملها له يا ماما بس هخرج يقول لي عاوز حاجة اعملها. أربع سنين شقيان، أربع سنين شاف المر وما تعبش في حياته، تعب كل حياته تعب، ما ارتاحش في حياته أبدا. طبعا هذا أخوه. ابحث فرشته اللي قالت شالي يا ماما بدا صغير. فرشة الأبيض والملاية بدا والموقع شاطر. طبعا إخواني وأخواتي هل هو ولدت العريس؟ أربع سنين بيعمل شقة، أربع سنين بيعمل بيضة، عامل شقة بيضة وعزال أبيض، كل حاجة بيضة بيضة بيضة. الله يرحمه ويصبر قلبه. عريس الجنة يا ولاد. الله يصبر. أنا ما جيت جابوني حامة. بيضة بيضة. أنا شوية أعمل شقتي يا ماما وبقالي. مين هيعمل لي يا ماما؟ أخوك عاوز يعمل شقتي يا يا ريت الجميع يدعوله بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله. ما خلتش موت يا شيخ.